السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي ألجيريان كويزين. بعد غياب طويل مدة 3 شهور ما درت فيديو، تواصلوا عندي فيديوهات مصورين ودرت لهم المونتاج وعجزت نحطهم. المهم ماشي مشكل، ان شاء الله نسيي نشاركهم معكم اليوم. ان شاء الله راح نشارك معكم طويلة تاع رمضان تاع هذا العام. اول حاجة هنا بديت بالشوربة، هنا درت في القدرة الملح و اللحم وبصل والحشيشه والنعناع والقرعه، ودرت شويه كرافس، قليتهم بيان في الزيت. ومن بعد كي تقلاو لي بيان درت لهم لي زيبيس، درت الملح والفلفل الكحل وفلفل عكري وشويه قرفه، شويه ماشي بزاف على راس المغرفه. خليتهم تقلاو بيان بعد عاود سكرفجت 3 حبات طوماطيش وخليتهم يتقلاو بيا. وهنا رفدت مقله درت فيها حبه بصل قليتها في الزيت على نار قويه باش يتقلى لك البيا البصل. ديري شويه نار قويه ولازم تكوني واقفه فوق واقفه معاها. هنا رميت شويه معدنوس ودبلتهم بيا مع الزيت. كي يدبلوا لي بيا نرمي شويه نرمي الكروفات. هنا راح ندير لافارس تاع لي كيشت، خليتهم حتى يتقلاو بيان في الزيت، الزيت ولي زيبيس كامل. هنا زدت رميت لي زيبينار غسلتهم بيان وديري نار شويه قويه باش هذاك لي زيبينار ما يطلقلكش الماء، باسكو الا طلقلك الماء لازم تكون نار قويه ما باش ينشف هذاك الماء، ما يطلقلكش كانت الماء بزاف. وهنا هم دبالو لي كامل، لقيت غير نخلط فيهم نشف شويه هذاك الماء باش ما تجينيش فيهم الصوص، فيهم لاصوص. ومن بعد حرميت لهم شويه الفرماج رابي، وخليتهم بجنب حتى خليتهم يبردوا. وهنايا راح ندير الوسمون، راح ندير البوراك تاع الكروفات. انا درت شوب طوماطو، حطيت شويه زيت سخون ورميت شوب طوماطو. انا درت هاد لي زيبيس تاع الفيجيتيبل، انا هادو نطيب بهم كامل الماكولات كامل نستعملها. وانا درت شويه راس الحاروت، نستعملها في جميع الماكولات اللي نطيب. انا درت الرند لازم يكون، ما يكونش الرند ما لازم الرند يطلق الكو في هذيك الطوماطيش. وقليتها بيا الطوماطيش مع الرند مع لي زيبيس. بعد كي تقلات لي طوماطيش رميت الكروفات، ولازم يكون مدي فروزي ما لازمش يكون فيه الماء، وخليتهم يتقلاو بيان. انا كي تقلاو لي وطاب لي هذاك الكروفات هو دقيقه يطيب خفيف، رميت له لاروس ما رميت له شويه تشيز رابي. وهنا زيت شديت هذيك المقله اللي طيبت فيها لافارس تاع لي كيشت، حطيتهم في طبسي بجيه. في نفس المقله زيت رميت الكروفات، درت صوطي بالثوم والمعدنوس، وما ديروش الملح بزاف باسكو كلش مالح. وخليتهم على نار متوسطه ومن داك نقلبهم هكذا بالوحده. انا كي نجي راح نطفي عليهم نرمي مغرفه تاع الزبده باش تطلق لي الصوص تاع تطلق لي الزبده في لي كروفات وتعطي لي صوص باش يجو بنان ما يجوش ناشفين هكاك. زدت رميت لهم شويه معدنوس وخليتهم بجيه.
وهنا راح ندير مع نزيد نشارك معكم. طيبت شتيت حاجات، درت لي مرصة تاع تشيكن، وزيد درت حميصه، شويه شوب طوماطو، شويه طوماطو بيري، الملح، الزيت، الفلفل الكحل، شويه فلفل عكري، شويه كمون، ماشي بزاف، ماشي حاجه، شويه برك، وخليته يتخلاو بيان بيان. من بعد وانا زيت رميت له، زيت رميت وريقه رند، ورميت هنايا قرن تاع الحار، درتها حاره باسكو انا ولادي ما ياكلوهاش، ناكلوها غير انا وباباهم. هنا درت لاباط تاع لي كيش، درتهم في الوصمه في الاوفن، طيبتهم شويه مدة 15 مينيت. وكما تحبي ديري اللوبيا، ديري الحمص، ديري واش حبيتي باش ما يتنفخولكش في الوسط. ودرتهم في الاوفن. وهنا درت واحد الكريم اللي نديرهم من الفوق في لافاخس تاع لي كيشت. هنا درت جوج حبات بيض، درت جوج مغارف في وقت طبيعي، درت شويه الملح، شويه فلفل الكحل، ولا عندك حتوم بودرة؟ انا ما عنديش، كانت عندي وخلصت لي. ونميكسيهم بيان بيان. انا كي طابو لي جبتهم من الاوفن ودرت لهم شويه تشيز من تحت، ومن بعد عمرتهم بهذيك لافارس تاع السلق ولي كروفات. ومن بعد من الفوق نرمي لهم هاد لاصوص، ونديرهم في الاوفن مده 10 دقائق باسكو كلش طايب، كيحمروا لك وتشوفيهم حمارو. وديري كاني تنسيت ما قلت لكمش، ديروا في هاد لاكريم، ديروا الوسم شويه خميره الحلوه باش تنفخوا لك على راس المغرفه، ما تكتريش بزاف. انا درت شويه كسره، وانا كل يوم اللي دخل رمضان وانا نخبز في الكسره، كل يوم خبز جامي شريته، نحبوش في رمضان، نحب الكسره. هنا انا مطابولي و تشوفي كشتوني ما شاء الله. انا شتيت حتى الوسمو، شتيت وسمها درت لها زوج حبات بطاطا، انا نحب فيها، هي نورمالمون ماشي ما ديريش بطاطا، انا درت لها انا اللي كيشها ملي كتجاوني البوراك الشوربه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وصحه فطوركم، ورمضان كريم، باي باي، بسلامه.